عارفة إن كلنا بقالنا كتير قوي في حزن، بقالنا أسابيع وأيام قاعدين قدام الشاشات بنتابع فقط لا غير اللي بيحصل لإخواتنا في غزة. بنشوف مشاهد يعني توجع قلب كل واحد عنده إنسانية، استشهاد الأطفال، النساء، المسنين. شفنا الإبادة الجماعية اللي بتحاول تعملها قوات الاحتلال الإسرائيلي قدام شعب أعزل، وتطبيق سياسة العقاب الجماعي على قطاع غزة. وشفنا قد إيه في نفس الوقت القيادة السياسية في مصر بتحاول تتوسط لوقف إطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية. وفي إصرار غريب من الجانب الإسرائيلي على حاجتين، إما إبادة الشعب الفلسطيني أو تهجيره إلى سيناء. وفي الحالتين موقف مصر واضح وصريح، الرفض القاطع لتهجير الفلسطيني إلى سيناء وحل القضية الفلسطينية على حساب مصر، وفي نفس الوقت الرفض القاطع لإبادة شعب أعزل. أغلب الضحايا اللي وقعوا منه في خلال الأسابيع اللي فاتت نساء وأطفال للأسف. وعلى فكرة إحنا الفلسطينيين ينورونا ونشيلهم فوق رأسنا، بس هم لو جم هنا يعني كده معنى أن القضية ماتت للأبد، يعني كده مفيش قضية، مفيش أرض، مفيش وطن، وده مستحيل يحصل، وده مستحيل فلسطيني يوافق عليه. عشان كده هو ده سبب الرفض الأساسي. بيوت، عائلات بالكامل اتدمرت، انتهت. انتوا عارفين يعني ايه اسم عيلة بالكامل انتهى؟ الجد، الأب، الأحفاد، يعني الاسم خلاص اتمسح من السجلات. مفيش الأطفال خلاص، هو أصلا مفيش عمد راسي. كلمة توجع قوي إن كل الأطفال استشهدوا خلاص، عدد كبير جدا 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 ما بقوش موجودين، أطفال ونساء. يعني انتوا قلبكم ما بيوجعكوش ازاي يا جماعة؟ وطبعا أكيد في فلسطينيين هنا في مصر قرايبهم وأهلهم خلاص يعني اتقطع عنهم الاتصال، شهداء طوفان الأقصى. ولكن في وسط العتمة دي في نور، وهو شجاعة الأطفال الصغيرين اللي خارجين من تحت الأنقاض بيقولوا الله أكبر الله أكبر، بيقولوا النصر لينا وفلسطين، وفلسطين حرة، وإن العدو الإسرائيلي عمره ما هيكسرنا. شفنا الأب اللي بيوزع حلويات بعد ما ولاده كلهم راحوا. في نفس الوقت شفنا مراسلين صحفيين بيقولوا كل الأخبار، وفي النص بيقول أخبار استشهاد عيلته، أهله بالكامل، ولاده، أحفاده. موضوع يوجع قوي. وبعد ما بيخلص بيرجع وبيكمل شغله، عشان هو ده الشعب الفلسطيني، عمره ما هيتكسر أبدا قدام قوات الاحتلال، وده وعد ربنا ونصر ربنا هيكون قريب قوي.